السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في التحليل ديال المساء اللي غيكون في سانت ميشيل تيران، اللي غيكون في البروفانس تيران. دا يكون درواتي سيزيام كورس في رينيو 5 لو موند سانت ميشيل. اليوم الحد ان شاء الله غيكون واحد الكانتي في 13 عوت، وان شاء الله الإخوان غادي نشوفوا شي 7 شوفو او لا 6 شوفو نهضروا عليهم، وغادي يكون في البلوريش اكيد. غيكون الكانتي كامل غيكون في البلوريش، ربما تكون شي مفاجأة عند شي بعض الخيول، مثلا ادوارد ماغي هذا الرقم 3 ان بالا دو فال اللي يقدر يكون دير لا سوربريز. غادي نحاولوا نختاروا نشوفوا شكون اللي بروميير مونتي، اول خطره غيدير المونتي بروميير فوا. لي بلي رابيد كاين 7 والكات، يعني 7 امبيريال جوغلي. هاد العود غادي يركب له اليكسيس كولي، غيكون ديفيلي فقط في البوستيريور. عود اللي دار دوزيام بلاس في الكورس اف، تنظن مونتي في الكورس اف، وكان دخل ب 57. كان جمعه بعض الخيول اللي غتكون في لي فافوري. السبعه اللي غيرجع له الديفيراج. الرقم 4 عنده دقيقه 21، دونك غادي يكون بعيد شويه. كان الريكلام ديال 4 غيدير اول مره غيدير المونتي، وقيل على ما اظن غيدير لا بروميير فوا في المونتي. عاود تيدير ريكلامي المونتي ديالو ست ايام. المهم الاخوان المونتي ديالو ما عندوش عاود ريكلامي، غادي يشارك اليوم في المونتي، غيكون في الاوتسايدر عاود. تنظن ان الخيول النوامر كبار تنظن هما اللي يقدروا يكونوا فقط ديفيري لا بروميير فوا عند الواحد وعند السبعه وعند 12، هادو هما اللي يقدروا يكونوا في لي زوتسايدر. نحاولوا نشوفوا الرقم 1 كونسا وحده ديسكاليفي، غيدي في لا كادر بي توت اوريان. خويا اللي غتكون توت اوريان عنده لا رونطري شي شويه، غيكون شي شويه بعيد. كورسا غتكون مشموته كتبان ليا، وغتكون عند البلوريش ديال لا كورس. دونك الناف غيكون في لا باز، تنظن الناف 19 فافوريين. 10 غادي يركب علو الكسندر ابريفار، عاود غران فافوري ديال لا كورس. اللي غيباطي هو 9 يوهان بورجوا غادي يركب على 8. 7 اليكسيس كولي كذلك عاود في البلي رابيد. هاد الجوكي هذا اللي يركب على 11 12 غيدخل في البروميير ديفيراج على ما اظن. 12 ديال جون بودرون عندو نشوفو المونتي ديالو. المونتي ديالو ما عندوش المونتي نهائيا، غادي هو كيدي في راكاتر بي، كيدي في راكاتر بي. دابا غادي يدير البلاكي، دونك تبقى هاد مادموزيل سارة جالاسي تبقى شويه مشكوكه. اخر عود هو الرقم 13، ربما غادي نختارو 13. الخيول ديال فرانك اني، يعني 13 وال11 وال10 وال9 وال8 وال7. بالنسبه للوسيس العود ديال داميان بون، تيركب علو داميان بون. نشوفوا هاد لوسيس زوينه لا كازاك ديال ميكائيل ليكور، لوريجين ديال بيلي بيلي، غيكون حتى هو في لي فافوري. المونتي ديالو في الريم 12، يعني عاود غيدير البلاكي 12 فوا، غيدير البلاكي ما عندوش اعاقه، ربما ناخذوا هاد السيس كاسات شوفوا. بالنسبه للرقم 3 ادوارد ماري، انا كنخاف من ادوارد ماري بزاف. بيير ادوارد ماري هو اللي غيركب علو. عاود نيربوز كما كتشوفوا، غيدير اول خطره المونتي، ما كاينش البروميير بوطو دوزيام بوطو، غيكون قريب في الكوت غادي ب 11. دونك الخيول للم ديسكاليفي فاش العوده غادي يكون. غادي يبقى لينا فقط البلوريش ديال لاكورس، يعني 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13. 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13. شوفوا تنظن هي هذه مول 10 مول 7 مول 9 مول 9 مول 2 مول 19 ومول 11. لا سوربريز ما كنظنش، لا سوربريز كاين هاد العود غادي ب 43 نافيه بنافيه من نافيه. الثروه هو هذا الرقم 4 ديال الريكلامي، غيكون في الاوتسايدر. هذا الرقم 5 نافيه من نافيه من نافيه، ما عندوش شي حاجه اللي نقدروا تيدير الديفيراج. دابا غيكون فيري، غيكون بعيد، دونك غيكون في البلوريس في حاله ما داك ولا الطروه الى ما ديسكاليفاوش راه يقدروا يخلقوا لا سوربريز. هادشي اللي كاين اخواني، 7 شوفو هي اللي كتبان ليا ما عدا الرقم 12، واللي عجبو رقم 12 غادي يختارو.
تحياتي لكم، خليت لكم الراحة ومع السلامة.